family back together again. احلى اربعه قاعدين مع بعض. هو المربع ده انا اقعد بقى كده لعبه رباعي لحد الصبح مربعات. You got fat. ابو تقل دم امك. ما احبوش الواد ده. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم بلاك ويدو بتاع سكارلت جوهانسون. وده الفيلم اللي بيدور احداثه، يعني الفيلم بتاعه بيدور احداث ما بين سيفل وور وانفينيتي وور. طبعا كلنا عارفين بلاك ويدو ماتت في اند جيم، سبويلرز للناس اللي ما شافتش اند جيم. دي احداث الفيلم بتاعته هتبقى ما بين سيفل وور وانفينيتي وور. طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. هو كان نازل امبارح او الاول امبارح وما لحقتلوش اعمله تريلر رياكشن، فقلت اتفرج عليه دلوقتي معاكم اول مره. ويلا بينا. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. Is that what we are? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Sure. It's gonna be a hell of a reunion. Family. Back together again. You got fat. مش عارف، مش متفائل قوي بصراحة، لأن أنا مش من نوعية الناس اللي بتحب بلاك ويدو. بصراحة أنا بقيت بحس خلاص، يعني يعني اتجاه مارفل ودي سي حرفيا بقى متجه حوالين البوليتكس والجيز والفيمينيزم. ده حرفيا، ده بجد يعني، ده يعني دلوقتي بنشوف اهو دلوقتي البوليتكس اللي احنا شفناها في بلاك بانثر السود. وزي ما قلت قبل كده ووضحت قبل كده مليون مرة، انا مش عنصري، بس حرفيا مارفل ودي سي بقت متجهه دايما للحاجات دي. يعني بوليتكس لما اتكلموا على بلاك بانثر وترشح كذا اوسكار، ودلوقتي ما عندنا كذا فيلم فيمينيزم، عندنا دلوقتي بلاك ويدو في مارفل، وعندنا كمان وندر وومن في دي سي، وعندنا بيردز اوف براي بتاع مارجو روبي هينزل برضو السنه الجايه، وبعد كده في كمان شي هالك هتنزل، شي هالك. وفي حوار الجيز اللي كنت بتكلم عليه من شويه، او اللي هم هيعملوه ده، الممثله اللي هي اللي عملت فيلم ثور راجناروك اللي هي فالكري، هي اللي هتبقى اول شخصيه لسبيان في كوميك بوكس. فدي لو اتعملت يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. عشان كده بصراحه يعني موضوع حوار الفيمينيزم اللي متاخد ده قوي في مارفل وفي دي سي ده عامل لي صداع يعني بصراحه. كابتن مارفل، وطبعا هيبقى في كابتن مارفل 2، فموضوع الفيمينيزم اخد حقه اكتر من حقه بصراحه. يعني مش عارف، يعني بحس الافلام الفيمينيزم يعني مثلا بلاش اي فيلم، خلينا في الفيلم ده مثلا. في الفيلم ده معلش، ايه فايده الفيلم ده؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، لان احداثه ما بين سيفل وور، كابتن امريكا سيفل وور وانفينيتي وور. فكل اللي احنا اللي حصل سواء من اول سيفل وور او احداثه لحد انفينيتي وور، احنا عارفين اوريدي ان في الاخر هيحصل السناب، وثانوس هيجي وهيقتل نص البشريه، وهيجي وهيقتلوه في الاخر. احنا القصه اوريدي عارفينها، فاحنا ليه نشوف قصه احنا اوريدي عارفين خلاص ايه اللي هيحصل، وعارفين ان بلاك ويدو في الاخر هتموت؟ فطب احنا نتفرج عليها ليه تاني؟ مش عارف. يمكن الحاجه الوحيده اللي محمساني للفيلم ده ان في ديفيد هاربر وسكارلت جوهانسون طبعا زي ما هي في بلاك ويدو، وفي ريتشل فايس، وفي ويليام هيرت.
وبرضه اللي انا مستغربه ان في الكاست ليست على اي ام دي بي موجود روبرت داوني جونيور، معرفش ازاي هيبقى في روبرت داوني جونيور مع انه كان هو كان قايل خلاص مش هيعمل الدور تاني. ممكن يطلع بقى على صيغه فلاش باكس، ممكن يطلع فلاش باكس في الدور بتاعه بتاع توني ستارك. فكره ان هم حطوا اصلا روبرت داوني جونيور في الفيلم ده، ده اكبر دليل يثبت لكم ان كلامي صح 1000000%، ان هم عاملين من الاخر الفيلم ده سبوبه عشان يجيبوا فلوس مش اكتر. يعني مش حوار سوبر هيرو بقى والجو ده، عاملين الفيلم اللي هو عشان يجيب فلوس، لان احنا كده كده اصلا عارفين البطل اللي قدامنا ده اللي هو بلاك ويدو، عارفينه يعني خلاص، عارفين ان هو هيحصل ايه فيه في الاخر، يعني مصيره هيبقى ايه في الاخر. طب انت ليه بتجيب لي قصه اوريدي من 3 4 افلام فاتوا؟ يعني لو بنتكلم لسه من اول سيفل وور احنا اوريدي عارفين القصه رايحه فين. المخرجه بتاعت الفيلم كيت شورتلاند كانت عامله فيلم اسمه لور وبرلين سيندروم. انا شفت برلين سيندروم على فكره فيلم حلو. الفيلم بالتحديد هينزل في 1 مايو برضو السنه الجايه 2020، وترقبي للفيلم هي 6/10. انا مش شددني قوي الفيلم بصراحه، ونفس الاحساس اللي هحسه بالظبط وانا هعمل التريلر رياكشن اللي بعد ده بتاع فيلم وندر وومن. يعني يمكن الحسنه الوحيده اللي موجوده في الفيلم ده اسمه ديفيد هاربر. ديفيد هاربر ده هو نفس الشخصيه اللي عمل سترينجر ثينجز، اللي هو طلع بكاركتر هنا في الفيلم اسمه ذا ريد جارديان. انا ده ممكن تكون اكتر حاجه مفرحاني ان هو موجود في الفيلم. في واحد ابو سهم انا شفته برده في التريلر، لاحظته كده من ثانيه عدى، انا حسيته لو لثانيه حسيته هوك اي، ما اعرفش ليه. مهم هنشوف يمكن الفيلم يغير توقعاتنا. ده مجرد لسه يعتبر تيزر في عالم مارفل السينمائي، هو دقيقتين بس، يعتبر ده تيزر، ما يعتبرش ده اوفيشال تريلر يعني. بس انا زي ما قلت ما عنديش حاجه تانية اقولها الفيلم. اتمنى لو هنشوف تريلر تاني يغير رايي شويه عن الفيلم، لو هنشوف برضه هيبقى فيه كيميوز للسوبر هيروز اللي فاتوا، لو طالما احنا بنتكلم ما بين سيفل وور وانفينيتي وور، ولا هنوقف بس عند بلاك ويدو، وممكن يظهر بس داوني جونيور، روبرت داوني جونيور، مش عارفين لسه الدنيا هنشوف هتبقى ماشيه ازاي. اكيد في حاجه جديده هتظهر في التريلر الجاي يعني، اكيد وش يعني. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.